ايه رايك كده يا غوكو؟ كله سبك ومشي، سابوك وغدروا بيه كل اصحابك، لوفي، ايتادوري، تانجيرو، وناروتو، كلهم غدروا بيك وسابوك بسبب ان انت قال ايه بتضحي بنفسك علشانهم. مش هقول لك غير حاجه واحده، ابلع. ابدا، صحابي عمرهم ما يهربوا ابدا، انا اللي قلت لهم امشوا وانا اللي بضحي بنفسي علشانهم، وصدقني يا تيتش مش هلاقي احسن منهم، مش هلاقي اصدقاء احسن منهم، وعمري ما هلاقي صديق يقدر يضحي بنفسه علشاني زيهم. ولكن دايما الحرب خدعه، صدقني يا تيتش نهايتك هتكون على ايديهم. على ايد مين 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 مين؟ انت عبيت يا غوكو؟ ها عبيت انت ولا ايه؟ خلاص انت قاعد تحت ايدي ونهايتك دلوقتي قربت وهو الموت. تتمنى ايه قبل ما تموت يا غوكو؟ اتمنى ان غوكو السيره بتاعته ما تنتهيش ابدا، وصدقني اصدقائي هيقضوا عليك. ده كنت اتمنى الامنيه تتحقق، ولكن ده في البلاله. موت. ها معلش معلش يا غوكو معلش، كنت انت راجل جدع، ولكن للاسف الجدع محدش بيحبه، ودايما الجدع خسران. ده في قاموس تيتش، اما في قاموسكم انتوا معرفش بتحبوا الجدع على ايه. الجدع عندي في قاموسي بيجيله الوجع، وانت ما جالكش وجع واضح انك مي، ففي قاموسي بقى هغيره وخليني الجدع بقى بيموت. جايلك يا لوفي انت وكل اصحابك علشان اقضي عليكم زي ما قضيت على غوب. خالص يا تانجيرو، على فكرة العيات مش شايفين بأي حاجة. لكن انت بتقول ايه؟ انا بقولك غوكو غوكو مات، غوكو مات، وكل ده بسبب ان احنا معرفناش نحميه. مات قدام عينيا، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. على فكرة الطريقة ديت مش هتجيب اي نتيجة، المفروض نتصرف، وعلشان ما نموتش احنا كمان لازم نفكر في اي طريقة تانية. ده غير ان احنا كمان محتاجين شخص يكون بدل غوكو علشان غوكو مات. صدقوني مفيش شخص هيعود ابدا غوكو، علشان غوكو ما يتعودش. غوكو من اقوى الشخصيات اللي انا شفتها في حياتي، ولكن مات بسبب ان احنا معرفناش نحميه، وده كله بسبب ان احنا ما كناش بنتعاون مع بعض، واحنا كنا بنحارب تيتش. لكن علشان غوكو يحمينا ضحى بنفسه، فصدقوني غوكو ما ماتش كده وخلاص. غوكو كان بطل، مات وهو بطل، وكان ساعتها واقف قدام تيتش وكان بيقاوم، ولولا تضحية غوكو كنا زماننا كلنا دلوقتي ميتين. فما تجيش انت وتقولي يا ايتادوري ان حد هيعود ابدا وجود غوكو. عارف طبعا ان محدش هيعود وجود غوكو، ولكن احنا محتاجين شخصية زيادة. فعلا انا شايف ان ايتادوري عنده حق يا لوفي، احنا كده ناقصين واحد. يعني انتوا شايفين كده ان احنا مش هنعرف نتعاون تاني مع بعض؟ ينفع تبطل عيات يا تانجيرو؟ ينفع تبطل عيات؟ حاضر، ولكن صدقني انا هنتقم لك يا غوكو. صدقني يا غوكو هاخد حقك صدقني، وهنتقم من تيتش. كلنا هننتقم من تيتش، ولكن لازم لوفي برضو يأذن لنا بان احنا نضم لينا واحد زيادة. انا شايف ان المدينة كلها عندها قوة، كل واحد يقدر يدافع عن نفسه، ولكن محتاجين اقوى واحد في المدينة علشان ينضم معانا. انت فاهم قصدي؟ بالاخر احنا متعودين ان احنا بنبقى خمسة، واحنا كده بالظبط اربعة، انا وانت وتانجيرو وكمان معانا ناروتو. ماشي ما عنديش مانع، ولكن لازم ننقي اقوى واحد في المدينة ونعرفه ان في اي وقت ممكن يموت، علشان اغلبية اللي هيعوزوا ينضموا معانا هينضموا مش علشان ينقذوا المدينة، لا هينضموا علشان الشهرة، لانكم عارفين ان احنا اشهر شخصيات في المدينة كلها، ومتاح لينا حاجات مش متاحة لبقية السكان. فعلشان كده لما حد هينضم هيكون هدفه هو الطمع والجشع، ومش عشان يدافع عن المدينة. فاهمين؟ ايوه فاهمين. ماشي دلوقتي هنبتدي الاختبارات للسكان. نبتدي اختبارات السكان بسرعة، علشان بجد انا كل غل دلوقتي، وهموت وقطع رقبة تيتش بالسيف بتاعي. نفس النار هيقطع رقبتك يا تيتش. يبقى تمام، حقك جاي يا غوكو، حقك جاي. اخ برضو معرفتش اعمل القوة، مش عارف اتحكم فيها. طيب اعمل ايه تاني؟ انا زهقت بجد. اخ ماشي، قوة سماش اتحكم فيها يا عمر بالراحة، علشان القوة ديت لو طلعت منك من غير ما تتحكم فيها هدمر نص المدينة كلها بضربة واحدة. ماشي هبدأ كده ركز واستجمع قوتي كلها مرة واحدة، وساعتها هضرب سماش وتكون متمركزة في حتة واحدة بس. يلا سماش. اخ برضو انا مش فاهم هفضل كده لحد امتى؟ ايه اللي حصل ده كله؟ لحظة انا دلوقتي ضارب القوة بتاعت سماش في الاتجاه ده،
ليه الضربة بتروح لهنا كده وبتوسع الدنيا وبتبهدل اكتر من الاول؟ اخ الموضوع بيوسع مني، والصراحة عدم السيطرة في القوة ده مش هيخليني ابدا اعرف انقذ المدينة. بسرعة كنت نفسي ابقى بطل، يعني انا عملت ليها طقم وزبطت الدنيا وعمل لي قناع علشان ابقى جامد، وفي الاخر مش عارف اسيطر على قوتي. اخ ماشي يا عمر مش اشكال، اكيد برضو في يوم من الايام هعرف اسيطر عليها وابقى بطل زي الابطال، زي ابطال الانمي لوفي وغوكو وناروتو وإيتادوري وتانجيرو. واو حلم حياتي حرفيا ان انضم معاهم، ولكن ازاي انضم معاهم وانا اصلا مش عارف استعمل قوتي؟ تخيل لو انقذت واحد وانا قوتي بالشكل ده كده، هتبقى مشكله مش كده؟ انا ممكن اموت اللي انا بنقذه اصلا. ماشي يا عمر عادي، يعني واحده واحده وكل حاجه هتبقى كويسه ونتعلم. ما الناس اكيد برضو بتجرب اكتر من مره وتتعلم والموضوع هيبقى حلو، بس المنظر دوت ما يخليش الواحد يتفائل خالص ويقول ان الموضوع دوت يبقى حلو. المهم ان انا كده كده اصلا اتمرنت بعيد عن المدينه، يعني اي حاجه تحصل مش هضر اي حد موجود، زي الفل. يلا بينا نروح ونرتاح شويه. ماشي اعتقد انا عشان فعلا اقدر اتحكم في قوتي لازم اكون هادي واقدر اتحكم في القوه الداخليه. ماشي روق، هدوء نفسي وبس يا عمر، هدوء نفسي وبس. ايوه مورا جيت لك يا صاحبي، جيت لك قصه مع فشار في شرب اللي انت بتحبه مورا. انا مش فاهم هو بجد الواحد ما يعرفش يستجم هنا ولا انا مش فاهم؟ يعني حتى بيتي مش عارف اقعد فيه براحتي يا جماعه. اخ عايزين ايه؟ ها عايزين يا جدعان مالك يا عم؟ ده احنا جينا معاك شويه زهقانين يا زميلي، قلنا نقعد مع صاحبنا الصحوب. ايه صاحبنا الصحوب دي؟ انت بتقول اي حاجه على فكره؟ ها دي اي حاجه ده؟ وانت كنت بتعمل ايه اصلا؟ ليه متضايق كده ان احنا جينا؟ ليه متضايق ان انتوا جيتوا؟ عشان بكل بساطه كده انا كنت بحاول اتمرن على الهدوء الداخلي علشان اعرف اتحكم في قوتي. وانت لسه ما اتحكمتش في قوتك؟ ايه ده لسه ما اتحكمتش في قوتك ليه يابا؟ عشان بكل بساطه انتوا مش مديني فرصه لده، فهمتوا؟ انتوا دخلتوا على البيت فجاه وانا كنت قاعد بتمرن. بجد بجد يا ما نفسي ادمش مش هديك واحده سماش والله العظيم اطيرك فيها. اه يا ريت يا ريت، انا كمان نفسي برضه تديني واحده سماش علشان بصراحه عيل مستفز. مش دايما مشاتشات وحراق. حراق مين يا ابو حراق؟ انت عبيط واهبل. ايه طب عايزين ايه؟ طب انتوا جيتوا هنا ليه دلوقتي؟ ها عايزيني في حاجه مهمه؟ ايوه يا صاحبي جاي لك في حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي اني بس يا ده انا اللي اقول، سيبني انا اتكلم. خلاص اتكلم يلا ورينا هتقولها له ازاي. بص يا مورا مخمخ كده وركز معايا يا صاحبي، عايز اقول لك ان انت مش كان حلمك انك تنضم للابطال الانمي لوفي وغوكو وناروتو وإيتادوري وتانجيرو صح؟ ايوه بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا مش عارف استعمل قوتي مثلا، وهم اصلا كده كده لسه مفيش حد فيهم فتح الاختبارات. تبقى غلطانه يا صاحبي لانها اتفتحت النهارده، لسه عارفين ان اختبارات التقديم ليهم اتفتحت وجات لك الفرصه لحد عندك يا صاحبي. ها انت بتتكلم جد؟ انتوا بتتكلموا جد ولا ده مقلب من المقالب بتاعتكم اللي هي ملهاش لازمه وبايخه ديت وفي الاخر بتضايقني في اخر اليوم؟ بالله عليكم ده حقيقي؟ والله العظيم حقيقي. انت صعبت عليا لما عملنا المقلب فيك كذا مره، بس المره دي بجد. بس محدش يعرف ايه السبب لحد دلوقتي. ما اكيد في سبب مهم ان هم يفتحوا الاختبارات، لان هم خمسه ومش محتاجين حد، غوكو وناروتو ولوفي وتانجيرو وإيتادوري مش محتاجين حد معاهم ابدا. بس كده اعتقد ان في حاجه مهمه حصلت. الحاجه المهمه دي كده يا صاحبي من الاخر محدش هيعرفها غير لما تروح وتشوف. يبقى لازم نروح الاختبارات ديت ونشوف ونضم ليهم ساعتها، وساعتها ابقى بطل، وساعتها ابقى بطل جامد جدا وابقى من اقوى الاقوياء، اكون مشهور، وساعتها برضو اكون بنقذ المدينه واستخدم قوتي بقى في حاجه ليها لازمه. بس لحظه انا مش بعرف استعمل قوتي اصلا لحد دلوقتي، لسه برضو بتلخبط وبعمل سماش 100% بالغلط. بقول لك ايه، مش مهم تكون بتعرف تتحكم في قوتك ولا لا، المهم يكون عندك قوه زي دي. انت قوتك يا عمر مرعبه، خليك واثق في نفسك يا صاحبي. انت قنبله تحفيز يا ده سنجوب، قنبله تحفيز. شكرا. فعلا عندكم حق، المهم ان انا عندي قوه وان اعتقد ليا فرصه في ان اقدم معاهم، يبقى يلا بينا على التقديم. بس كده هي دي قوتي، اقدر افرتك اي حد زي ما وريتكم. اكيد مقبول مش كده؟ بترد عليا؟ انت ما بتردوش عليا ليه؟ يلا هتقبل ولا ايه النظام؟ مش مقبول، مش هينفع تخش معانا. من اخر كده انت هدفك بس انك تبقى مشهور وتبقى معاك السلاحيات اللي معانا، غير كده انت مش عايز تنضم لينا عشان تحمي المدينه. بالرغم من قوتك الرهيبه اللي احنا شفناها، ولكن صدقني منهاش لازمه طول ما احنا شايفين ان انت طماع. يعني ايه؟ يعني مش هتخلونا نضم معاكو؟ لا، وتفضل اتكل على الله. حاضر، الله يسامحكم. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ها هو انت واقف برضه عشان تنضم؟ ايوه انا واقف هنا عشان انضم. ايه وانت حضرتك طبعا اتقبلت مش كده؟ اتقبلت ايه؟ انا ما اتقبلتش ولا حاجه. ازاي؟ ما انك عندك عضلات وشكلك عندك قوه مرعبه. قوتي مرعبه ولكن مش عايزين الدم، دم ناس رخمه. يلا يا عم سلام. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ. ايه العبط ده؟
هم ازاي رفض واحد بالقوة دي وبالجسم ده؟ يبقى انا كده كده اصلا مرفوض وش على طول، هترفض اكيد وطبعا مش هتقبل. ماشي هنخش يا عمر ونقدم، بس اهم حاجة تهدى اهدى خالص كده وركز علشان ايه نعرف نعمل الانترفيو اللي جوه وساعتها ممكن ننضم. ولكن لحظة قبل ما ننضم خلونا بس نوقف الفيلم لحظة علشان عايز اقول لكم كلام مهم جدا. يلا 1 2 3 ويا مساء السعادة بكميات زيادة، عاملين ايه احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ولو انت لسه ما عملتش لايك مستني ايه، انزل يلا اخبط لايك دلوقتي، ما تخافش لايك ببلاش مش بفلوس ومش هتتكهرب ومش هتتعد. بصوا بقى ملوك السعادة، انا بجد مش فاهم بجد يعني يا ملوك السعادة محدش فيكم بيعمل لايكات على الفيديوهات، كنا الاول بنجيب 6000 لايك و7000 لايك، والفيلم الاخير يا ملوك السعادة مش عارفين نجيب عليه بالظبط 3000 لايك حتى. يعني انتوا طيب زيتوا طيب من عمر بويكا؟ فهموني لو زيتوا من عمر بويكا قولوا لي، او لو كده اسيب محتوى الافلام او اسيب اليوتيوب. ولكن انا دايما والله العظيم بتشجع وبعمل افلام علشان انتوا اللي بتشجعوني، لما بلاقي لايكات كتيره جدا على الفيديو وكومنتات ايجابيه بتبسط الواحد ساعتها بتشجع اكتر وبعمل فيديوهات اكتر. ولكن بصراحه بحبط جدا لما مش بلاقي لايكات، بقول يعني كده الفيديو مش عاجبهم، يعني الفيديو اللي بعديه مش هيعجبهم، وبحاول اطلع احسن ما عندي لما بكون بصراحه مبسوط وشايف لايكات كتير جدا املك السعاده. فالمره دي فكره مختلفه خالص، وبصراحه اتمنى ان هي تعجبكم، فيا ريت بقى تدوسوا لايكات، دوسوا لايكات ودوسوا يعني بصوا اشتراك عشان نوصل 500,000 ماشي، ارجوكم بجد وفعلوا زر الجرس واعمل شير لاصحابك الحاجات الحلوه دي علشان نوصل 500,000 بقى بجد املك السعاده. عايزين نوصل 500,000 ان شاء الله قبل العيد، معرفش هنقدر نعملها ولا لا، ولكن انا واثق فيكم كلكم. يلا لو كل واحد بس فيكم عمل ده صدقوني الفيديو ممكن يوصل اكتر من 10,000 لايك، وساعتها عمر بويكا ممكن يجيله حاله نفسيه ويتجنن ويعمل فيديوهات بدون اي توقف ويفضل يكمل على الفيديوهات وبس. يلا اشوف هتعملوا لايكات ولا هتعملوا ايه بالظبط. ماشي يلا بينا دلوقتي نخش نقدم ونشوف هيبقى ايه الموضوع. هي اهلا، انا كنت جاي اقدم برضو انا كمان. عرف عن نفسك، اسمك ايه؟ وعرف قوتك عباره عن ايه؟ وعرفنا جاي تنضم معانا ليه؟ وعرفنا تقدر تضحي بنفسك علشان المدينه ولا لا؟ ايه الاسئله الكتيره دي؟ بالراحه طيب، واحده واحده، ادوني فرصه بس اتكلم مش اكتر، انا لسه جاي حالا وهتكلم بس متوتر معلش. انا اسف يعني بس لو انا متوتر. انا في الاول اسمي عمر بويكا تمام، عندي قوه سماش وكمان عندي قوه الصوت الاسود، عندي كذا قوه وبصراحه مشكلتي بس اني مش بعرف اسيطر عليها، ولكن صدقني هي قوه قويه جدا. وجيت انضم هنا ليه؟ جيت انضم هنا علشان بصراحه ده كان حلمي من وانا صغير، انا كنت بتمنى ابقى واحد من ابطال الانمي يعني وكده. ف انا قلقان جدا ومتوتر صح، حتى لو بتكلم غلط وانا بتكلم مش عارف انا بقول ايه. اهدى 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 بالراحه، شكلك قلقان. الصراحه فعلا شكلي قلقان. انا دلوقتي عايز افهم حاجه، ده كان هدفك بس انك تنضم لينا ليه يعني؟ علشان بصراحه انا كنت بتمنى اكون زيكم زمان، وكمان برضو لسه ما زلت برضو بتمنى اكون زيكم، حتى عملت لي لبس وعملت لي قناع كمان علشان اعرف ابقى واحد منكم في يوم من الايام. وهي جت الفرصه وانتم فتحتوا التقديم، ولكن انا مش فاهم هو فين غوكو؟ بصراحه غوكو يعني مع احترامي ليكم ولكن انا بحب غوكو جدا، هو مش موجود ليه؟ غوكو هو حد يتكلم علشان الخبر ما ينتشرش. غوكو بس رايح يجيب كام حاجه، هو مش فاضي دلوقتي. ايوه ماشي، بس ينفع لما يجي تبقوا تسلموا لي عليه جدا وتقولوا لي في واحد اسمه عمر بويكا عايش هنا معاكم في المدينه بيحبه جدا. ماشي ماشي، اسمع انت مقبول. ها انت بتقول ايه؟ ولكن بشرط. ايوه طبعا اتفضل. ايه الشرط؟ الشرط هو انك هتنقذ المدينه من كام خطر، ولو عرفت تنقذ المدينه من غير اي مشاكل وتسيطر على قوتك هتقدر تنضم معانا. ولكن برضه ما جاوبتنيش على السؤال، هل عندك استعداد انك تضحي بنفسك علشان صحابك وعلشان المدينه؟ اعتقد ممكن اضحي بنفسي، ولكن بصراحه انا ما اتحطيتش في موقف زي ده قبل كده، ما اعتقدش ان لو اتحطيت في موقف زي ده ما اعتقدش ان انا ههرب، لاني لو هربت وساعتها ما ضحيتش بنفسي علشان صاحبي اللي يموت او المدينه هفضل حياتي كلها ندمان وضميري هيبقى مأنبني. ماشي انت مقبول زي ما قلت لك، ولكن لازم تعمل اللي احنا قلنا عليه، هتنقذ المدينه من اكتر من موقف او عمل في جرائم وتنفذ المهمه على اكمل وجه، فاهم؟ من غير ولا غلطه. حاضر حاضر. وساعتها لما تنضم هتقدر تشوف غوكو. اوكي شكرا لكم جدا شكرا. يلا مستني ايه؟ هتعمل مهمتين، لما تنفذ المهمتين هتقدر تيجي وتنضم معانا. حاضر حاضر شكرا لكم، يلا سلام. هو بجد انا بدات اتلخبط بالكلام لاني مش عارف اقول ايه بالظبط من الفرحه، حاجه في منتهى العظمه والجمدان. انا اتقبلت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، بجد مش مصدق اخيرا حلم اتحقق،
ولكن لحظة، مارول ينقذ المدينة من موقفين يعني فيهم أعمال إجرامية من غير ولا غلطة. طب ونعملها إزاي؟ أنا مشكلتي مش بعرف أسيطر على قوتي، وهم أصلا ما ركزوش في حاجة زي دي، أو أعتقد ركزوا عشان كده ممكن يكونوا قالوا الاختبار دوت وحاول ما عملش أي غلطة. طب ودي تحصل إزاي؟ لحد دلوقتي لسه مش بعرف أسيطر قوتي في حتة فاضية، الحتة الفاضية كلها بتتدمر. تخيل لو استخدمت إسماش في المكان دوت، أنا هدمر حرفيا كل حاجة حواليا. المستشفى تتدمر بسبب ان القوة بتاعتي مش بعرف اسيطر عليها، وكمان هدمر المحكمة وادمر كل حاجة والمطافي والكوبري وكل حتة. هتبع اعمل ايه؟ بص يا عمر، عشان لازم احقق هدف لازم اكون على قد المسؤولية. ماشي، من الاخر مش هضيع الفرصة دي ابدا من ايدي. يلا بينا.